السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم كل خير. معاكم أخوكم محمد بخاري من قناة شركة بروج العقارية على اليوتيوب. أخوان، إحنا الآن موجودين في منطقة درجك. طبعاً المنطقة هذه يمكن أول مرة تسمعوا عنها، هي المنطقة اللي فوق بحيرة سيرقلو. يعني وإحنا جايين عدينا بحيرة سيرقلو من عند الساحل مباشرة إلى الموقع اللي أنا متواجد فيه حالياً بالضبط 4 كيلومتر. اليوم عرضي لكم مميز جدا، عبارة عن فيلا، تعتبر فيلا ضخمة جدا، مساحتها كبيرة، فيها 9 غرف، 6 دورات مياه، بالإضافة إلى صالتين، وأيضا عندنا 3 مطابخ. طبعا العرض مميز جدا في منطقة جميلة هادية لمحبين الهدوء. ميزتها إنه واصل لها الشوارع اللي توصل للفيلا مزفلته بالكامل، يعني ما راح تنزعجوا من الطريق. ايضا فيها شيء مميز انه باصات البلديه توصل الى الموقع مثل ما تلاحظوا هنا، عندنا موقف الباصات يوميا من الساعه 6 صباحا الى الساعه 7 مساء، خلال كل ساعتين يعدي باص ضخم جدا من المنطقه هذه ينزلكم لوسط المدينه، ايضا العكس يرجعكم من وسط المدينه الى المنطقه اللي احنا موجودين فيها الان. تفضلوا ويانا نشوف الفيلا ونشوف تفاصيلها بالكامل. طبعا مساحة الأرض 1200 متر مربع. أول ما ندخل عندنا المدخل جميل صراحة، مرتب، حاطين فيها أشجار النخل مثل ما انتم شايفين، وهذه المساحة أيضا من ضمن الأرض، طبعا مزروعة فيها بعض أنواع الخضروات مثل ما انتم شايفين على الفيديو. طبعا هنا عندنا الجهاز، هذا جهاز الغاز، الغاز المضغوط، هذا يستخدموه في تدفئة الشقة وايضا يستخدموه في تسخين الماء. تفضلوا ويانا. طبعا عندنا البوابة الرئيسية هذه، هي طبعا اوتوماتيك، والفيلا مراقبة بالكامل عن طريق الكاميرات، راح تشوفوها الان ويانا بالتفصيل. المساحة، مساحة المواقف كبيرة جدا، حاليا احنا موقفين فيها 3 سيارات، وايضا تاخذ غيرها 3 سيارات، لانه المساحه ما شاء الله تبارك الله كبيره جدا. الفيلا مسوره بالكامل، نظام الحجر الجميل، وايضا عليها اضاءات مثل ما انتم شايفين. طبعا ارتفاع السور ما يقارب متر. هنا عندنا طبعا مدخل للفيلا، الواجهه الاماميه، وايضا لها مدخل اخر مثل ما انتم شايفين. مساحه الارض مثل ما ذكرنا لكم 1200 متر مربع. طبعا التشطيب فيها راقي جدا، الموقع، النظافة، نظافة الفيلا، الفيلا جديدة وأيضا حوالينها نظيفة جدا لأنه المالك مهتم فيها بشكل يومي. طبعا هنا عندنا الجلسة الخارجية الكاميليا، تفضلوا شوفوها ويانا، جلسة جميلة جدا. هذه الجلسات اللي ذكرناها لكم مثل ما تشوفوها بالتفصيل، 9 لـ10 أشخاص تقريبا. وعندنا هنا الباربيكيو محبين الشوي، منطقة خاصة بالشوي مجهزها بالكامل، حاط فيها الإنارات الجميلة، حاط فيها المغسلة. طبعا هنا عندنا المنطقة هذه مسقفة بالكامل، يعني تقدر تستخدموها جلسات خارجية خارج الفيلا. صراحة المساحة كبيرة جدا مثل ما تلاحظوا، أتوقع ما يقارب 40 إلى 50 متر مربع المساحة الخارجية. طبعا هنا عندنا مطبخ خارجي يخدم الفيلا بشكل كامل، يعني يخدم الحديقة. أيضا مساحتها جميلة وجاهزة بالأدوات وجاهزة بكل شيء، وفيها أيضا جلسة، طاولة سفرة، ولها تراس خارجي مثل ما تلاحظون، لها تراس خارجي جميل جدا. وهنا عندنا المساحة هذه طبعا استخدمها، حط فيها نظام التدفئة عن طريق الغاز، الجهاز الرئيسي لها، وأيضا مستخدم نظام التدفئة الشعبية نقول أو القديمة عن طريق الحطب. وحاط فيها بعض أنواع الفواكه مثل ما تلاحظون اللي تحتاج إلى تدفئة. ومنها نخرج للحديقة الخارجية، طبعا حاط فيها بعض أنواع الفواكه، أيضا مزينها بعض أنواع النباتات الجميلة. طبعا السقف مسقوف مثل ما تلاحظون، عندنا كاميرات المراقبة للفيلا بالكامل، هذه واحدة منها. طبعا راح نوريكم الجهاز الرئيسي تبعها. هنا عندنا دورة المياه الخارجية،
مثل ما انتم شايفين شكل الفيلا مرتبة، الحديقة صراحة جدا ترتيبها جميل، يعني تستاهل 5 نجوم. طبعا في شيء مهم لازم اوريكم اياه، العمود هذا اللي انتم شايفينه، طبعا هذا نظام الحماية من الرعد او البرق. سبحان الله هذه تكنولوجيا جديدة طبعا راعي الفيلا مستخدمها. وهنا عندنا تكملة للحديقة، الفيلا مصورة بالكامل بحديقة خارجية جميلة جدا. طيب نتوجه اوريكم الجلسة الخارجية اللي موجودة ايضا، عاملها على شكل تراس خارجي مرتب جدا. طبعا هذه الحديقة تبع الفيلا المسقوفة اللي ذكرتها لكم. وهنا عندنا ايضا جلسة خارجية من الخشب شكلها جميل جدا. ممكن نطلع للتراس الخارجي. وهنا عندنا المساحة هذه، طبعا مساحة جميلة جدا، مساحة كبيرة تقدر تستخدموها مثلا في الجلسات الخارجية الشوي، مساحة جيدة. طبعا عندنا هنا الجنريتر ضخمة جدا، تكفي تتحمل طاقة الإضاءات اللي موجودة بالفيلا بالكامل، في حال لا قدر الله انقطعت الكهرباء ولا حصل شيء الجنريتر يشتغل أوتوماتيكي. طيب تفضلوا ويانا نشوف المخازن اللي موجودة تحت. طبعا إذا عندكم شغلات زايدة تقدروا تحطوها في المخزن اللي موجود تحت. الأرض مصورة بالكامل مثل ما ذكرت لكم. هنا عندنا المستودع الأول، طبعا هو حاط فيها أدوات الفلاحين اللي يستخدمها دائما عنده في المزرعة. عندكم هنا عدادات الكهرباء. عندنا الآن هنا المستودع الثاني، هذا المستودع الثاني طبعا هو مجمع فيها الحطب، لأنه أحيانا يشغلوا التدفئة الشعبية تبعهم يسموها الصوبة يستخدموها فيها. وهنا عندهم السنك، يسموها السنك اللي هو الملجأ في حال حدث أمر طارئ، يكون عندهم ملجأ تحت. تقريبا 4 في 6 مساحتها كبيرة جدا، وهذه الحديقة الخارجية اللي شفناها. الآن نتوجه إلى داخل الفيلا، نعرض لكم الفيلا من الداخل. الآن راح نصور لكم الفيلا من الداخل. طبعا مساحة الفيلا 500 متر مربع، مبنية على 3 أدوار. مساحة البناء أو مسطح البناء فيها 185 متر على 3 أدوار. تفضلوا ويانا. طبعا أول ما ندخل ما شاء الله التدفئة فيها شغالة، مدخل شرح، على يسارنا مباشر عندنا الدواليب جاهزة راكبة ومفصلة على حسب المدخل. هنا عندنا الغرفة الأولى، طبعا هذه يسموها غرفة المعيشة، عادة الأتراك يستخدموا غرفة واحدة تكون صغيرة للمعيشة، يحطوا فيها الكنبات ويرتبوها. طبعا هنا الغرفة الأولى، هذه يسموها غرفة المعيشة، عادة يستخدموها الأتراك للجلوس، دائما تكون غرفة صغيرة. هنا عندنا نظام الكاميرا مثل ما تلاحظوا، هذه كاميرا المراقبة تشوفوا فيها الفيلا بالكامل وتشوفوا خارج الفيلا الحديقة الخارجية لها. طبعا الفيلا فيها 9 غرف وأيضا فيها 6 دورات مياه، بالإضافة إلى 3 مطابخ، 2 منها داخل الفيلا وواحدة منها خارجية. تفضلوا ويانا. هنا عندنا الهول، مساحة كبيرة جدا. طبعا لو مثل زي ما تلاحظوا المستخدمين الأخشاب تحت الأدراج حتى يستفيدوا من المساحات الفاضية، عاملين فيها دواليب. هنا على يميننا عندنا الصالة، المساحة فيها كبيرة جدا ما شاء الله تبارك الله، وأيضا مأثثها بطريقة جميلة، حاط فيها سبوت لايت السقفية مثل ما تشوفوا، وأيضا حاط ديكور اللي هو ورق الجدران خلف التلفزيون حيث تعطي مظهر جميل جدا. من هنا تشوف الحديقة الخارجية للفيلا، عندكم أشجار النخل وأيضا الإطلالة الكاملة على الطبيعة. طبعا هنا عامل فيها حركة جميلة جدا، حاط أبواب سحب بحيث ما تأخذ مساحة، وأيضا شكلها جميل جدا. نحن نوصل للمطبخ، ما شاء الله تبارك الله مساحة كبيرة أيضا، الدولاب على شكل L مركب فيها جميع الأجهزة الكهربائية، وأيضا مستخدم مواد جيدة جدا. طبعا هنا الدور الأرضي أو المدخل، على يميننا الغرفة الثانية، شفنا احنا الغرفة الأولى كانت غرفة الجلوس، هذه الغرفة الثانية تقدروا تستخدموها للضيف، لا
لأنه فيها دورة مياه خاصة فيها. هذه دورة المياه الخاصة بالغرفة، فيها المروش ومتكاملة. أيضا عندنا هنا دورة المياه الثانية اللي تخدم الدور الأرضي، طبعا فيها الحمام العربي أكرمكم الله. وأيضا هنا عندنا المغسلة مثل ما تشوفوا. نتوجه نشوف الطابق الثاني، تفضل ويانا. عندنا الدرج هذا ما شاء الله تبارك الله المساحة فيها يعني كبيرة مش ضيقة. نطلع للدور الثاني، طبعا كلها عبارة عن ثلاث أدوار. الدور الثاني يحتوي على أربع غرف بالإضافة إلى ثلاثة دورات مياه. هنا عندنا الممر أو الموزع، طبعا نبدأ بالغرفة الأولى. هنا عندنا الغرفة الأولى، المساحة فيها ما شاء الله تبارك الله كبيرة، مساحة طيبة جدا ولها أطلالة خارجية على الطبيعة، وأيضا لها تراس جانبي على شكل مربع جميل جدا. منها نروح لغرفة النوم الرئيسية أو غرفة الأبوين، الماستر روم. مدخلها جميل، عامل فيها يسموها الحزام، ديكور الحزام جميل جدا. على يسارنا مباشرة دريسنج روم، طبعا فيها دواليب جاهزة. وأيضا هنا على يميننا مباشرة عندنا دورة المياه متكاملة، مساحتها كبيرة جدا. وهنا عندنا الغرفة مثل ما تلاحظوا المساحة كبيرة جدا ما شاء الله تبارك الله. الأرضيات فيها باركيه بحيث تحافظ على البرودة في الصيف، أيضا تحافظ على الدفى في وقت الشتاء. الواجهة الأمامية لها قزاز بالكامل، إطلالة جميلة جدا على المزارع الجانبية. وأيضا هنا عندنا المنطقة، هذه منطقة كبيرة جدا تقدر تستخدم فيها مثلا جلسة كنب صغيرة، بالإضافة إلى تراس خارجي لها جميل صراحة، ومساحتها مرتبة. تفضلوا ويانا نشوف الغرفة الثالثة في الدور الثاني. هنا عندنا الغرفة رقم ثلاثة، أيضا لها تراس خارجي، واجهتها جميلة جدا على الطبيعة، ومساحتها ما شاء الله تبارك الله شرحة. وهنا عندنا الغرفة رقم أربعة في الطابق الثاني، أيضا نقدر نخليها للضيوف مثلا. فيها دورة مياه أيضا تقدروا تشوفوها، تخدم الغرفة بشكل خاص. حاليا في الطابق الثاني أيضا عندنا هنا دورة مياه تخدم الدور بشكل كامل متكاملة، فيها المروش والكلوزيت بالإضافة إلى المغسلة. نرجع ثاني للهول الموزع، نطلع للطابق الثالث. طبعا الطابق الثالث أصغر شوي من الطابق الأول والثاني لأنه نهاية يعتبر آخر دور. عندنا هنا الموزع، على يسارنا مباشرة الغرفة الأولى، تفضلوا ويانا. طبعا المساحة فيها جميع الغرف المساحات فيها ما شاء الله تبارك الله تعتبر كبيرة، لها واجهة أمامية على التراس الأمامي للفلة. طبعا راح نخرج لها من الغرفة الثانية، هذا التراس ضخم جدا ولها أطلالة كاملة على المنطقة اللي احنا موجودين فيها. هنا عندنا دورة المياه اللي تخدم الغرفة، دورة مياه متكاملة ومساحتها كبيرة. تفضل ويانا نروح للغرفة الثانية. طبعا هنا عندنا المطبخ الثاني اللي يخدم آخر دور، أيضا متكاملة. وهنا عندنا جلسة صراحة جميلة جدا، جلسة جانبية جميلة جدا ولها أطلالة على الطبيعة. هذه الغرفة رقم 2،
طبعا حاليا فاضية، استخدموها كمستودع. لها مخرج لنفس التراس الأمامي اللي راح نخرج الآن ونوريكم إياه. هنا عندنا الغرفة الثالثة في آخر دور، طبعا فيها تراس جميل جدا، راح نخرج الآن ونشوفه بالتفصيل. هذا التراس في آخر دور في الفيلا، مساحتها كبيرة جدا وشرحة مثل ما تلاحظون، إطلالتها على المنطقة اللي أنا موجود فيها بالكامل على تقريبا 3 جهات. هذه الإطلالة الجميلة جدا على الطبيعة، نشوف حوالين الفيلا بالكامل جميعها مزارع. هذه الجهة الأخرى من هنا نقدر نشوف الإطلالة بالكامل، وأيضا نشوف مدخل الفيلا. المساحة كبيرة جدا، 500 متر مربع، مساحة الأرض 1200 متر مربع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم.